نحن وإياكم رح نحكي أكثر بمناطق إنما بعد ما ينضم لنا طبعا أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، خاصة إنه هناك بعض المعلومات عن إصابات بإحدى المدارس بقضاء كسروان بكورونا. يا ريت وزارة الصحة توضح هذا الأمر للأهالي، وشو تعليقها على هذا الموضوع إذا كان صحيح، ومن يتحمل مسؤولية فتح المدارس فتحت المدرسة في بعض المدارس فتحت، في بعض المدارس عبر الأونلاين، في بعض المدارس بعضهم عم بيحددوا. رح نحكي أكثر بمناطق، خلينا نروح لأليكسي. بونجور أليكسي. أليكسي صباح الخير. مش سمعنا. سمعنا أليكسي بالانتظار، خلينا نقول ترجع يسمعنا أليكسي. في امبارح 11 حادث قتيل مع الأسف 18 جريح، صاروا 17 ضحية بشهر أيلول و 194 جريح 134 حادث مع الأسف. عم بيرتفع العدد، بعدنا ب 14 الشهر، امبارح 13 عندنا 17 ضحية بحوادث السير. أليكسي بونجور، سمعنا؟ أي يعطيك العافية، تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 18 حادث 26 إصابة، موزعين على بيروت 3 حوادث 3 إصابات، جبل لبنان 6 حوادث 8 إصابات، البقعة 3 حوادث 4 إصابات، الشمال 4 حوادث 9 إصابات، والجنوب حادثين وإصابتين. بتوزع حوادث بين مشاة دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب بتوصل لها للسرعة. نعم. أما بالنسبة للمهام اللي عملت فيها فرق إسعاف الطوارئ في الصليب الأحمر، سجلت 299 مهمة موزعين على 239 حالة طوارئ، 44 نقل مريض عادي و16 نقل مريض من المستشفى لأخرى. هذا كثير 24 ساعة اللي قطعوا يعطيكم الألف. ميرسي لك أليكسي، لك العناصر الصليب الأحمر اللبناني. لفقرتنا التالية مناطق